المهم البنات كما غادي تشوفوا معايا راني صورت لكم باش عندنا سلسله تاع الفم تاع امي لحقاش والله العظيم اي طبيب كانت ديها لعندو هي كتقول لكم نحيدوهم ليا هما تقول لهم لا ما نحيدوهمش لك باقيين مزيانين واخيرا اخيرا اخيرا لقينا هذا الكلينيك هذا قال لها نحيد لك هذوك الجوج اللي كانوا ضارينها مزيان مزيان واخا باقيين شادين شويه غادي يحيدوهم لها ويحيد لها واحده الفوقانيه يعني يحيد لها شي ربعه فرحات قالت لي هذا هو اللي ندير عنده لاباغي. المهم كما كتعرفوا يعني هذا الشيء تاع السنان ولا اي حاجه ديال تحلات القلب السنان دائما كيشد الوقت هي الحمد لله عاود عطاها رونديفو يعني تقريبا في الاول ديال الشهر يعني شهر ربعه باذن الله غادي يحيد ليها ومن بعد يعبر لها لاباراي وصاي هي راه توحشت وباغا تمشي لبلادها تقول لي غنكون من رمضان كملت هكا من مور رمضان نقدر ان شاء الله الا حلوا الطيارات ولا كانوا ما كانش هذا المرض يعني كما نقولوا ما كانش عليها صح. هي المهم خايفه حتى من الجلبه حتى من الفاكسا خايفه ما باغاش ديرها. المهم البنات كان هذا هو النهار ديالي اللي غادي نوصيكم عليه هما البر بالوالدين البر بالوالدين الحمد لله يا ربي انسان مهما كانت عنده الام تاعو ويعني كاع الابواب الجنه مفتوحين ليه وانا ما كندير شي حاجه كبيره بالنسبه لي هادشي ما درت والو هي كتقول لي بقيت لاصقه فيك المرضي هو اللي غادي يبقى المرضي 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 هما اللي كيبقاو مع والديه والحمد لله مادام كاينه رضيت الوالدين واحد ما يخافش رغم التعب رغم المشاكل اللي كاين التعب ديال هاد الدنيا جري 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 ولكن ملي كتكون معاك الرضا تاع الوالدين واحد ما عندوش منا شي خاف عنده كل شيء تهلاو في والديكم تهلاو في والديكم قد ما تقدروا انا الحمد لله عطاني لوكازيو قعدت معايا هنايا ما انا ما كنتش كنحلى بامي غتركب حدايا هنا في فرنسا وندور انا وياه شكون اللي قال والله العظيم سبحان الله المكاتب ولكن الحمد لله البنات على كل حال واحوال اللي بغيت نقول لكم يا البنات يا خواتاتي يا خوتي تهلاو تهلاو قد ما تقدروا في الوالدين كان هذا هو النهار ديالنا وغادي ان شاء الله نوريكم كيفاش غتركبت لاباراي وكيفاش غتجي تجيها حقاش الاولى تاع البلاد كانت كضرها في فمها وهذه راهي بغات تركبها باش تكون مرتاحه امي من هذاك النوع اللي تبارك الله ما شاء الله باقا شاده في راسها وعز على بقا وعز على كل شيء ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يخلي كاع الامهات واللي كنقول لكم ما تنساونيش اخوتي اخواتاتي انا اميمات الحبيبات ما تنساونيش من اللايك وما تنساونيش بالبارطاج اللي اول مره يشوف هذه القناه ديال اختو تباعي يدخل ودير بابوني وابوني ديالكم كما قلت لكم كتهمني وكتشجعني وكنشوفكم على الكومونتير ديالكم اللي كديروا لي زوينين شكرا على الدعم شكرا على اي حاجه قلتوها زوينه في حقي انا يلاه باديه ويلاه البدايات وما مازال الخير القدام وكما كنقول لكم اللي جاي احلى اللي جاي احلى ان شاء الله وربي ان شاء الله يبعد عنا هذا المرض ويعطينا ساعات الخير يا ربي ونهبطوا ونشوفوا احبابنا ونشطوا مع احبابنا ونشطوا مع جيراننا. امي راهي كتقول لك هذه جارتي داك عيطت لي جارت توحشت جيرانها توحشت كل شيء ولكن الله غالب راني شاده هنايا باش يعني قبل في ماركم عارفين في البلاد كاينه بوحديتها كاينه مع اختي اختي تاهي عندها راجلها ولادها كل واحد الله يسهل عليه ولكن هنا تبقى احسن فهمتيني كما قالت راه غتسمعوا هضرات هنا كيبقى احسن المواصلات كل شيء كاين كل شيء قريب كل شيء هذا ولكن الخير ما خطات حتى بلاد خاص غير خاص خاص خاصنا نكونوا غير منظمين ما غاديش نبقى نهضر ما غاديش نسالي البنات البر بالوالدين تهلاو تهلاو قد ما نديروا ما نرجعوش ليهم حتى خبطه من الكرش ديالهم واللي والد واللي هذا راه مجرب ونتمنى من الله ان شاء الله يكونوا راضيين علينا كاملين وتهلاو فرصكم كنبغيكم بزاف مع عند اختكم تتبعي فلوج الفيديو قادم ان شاء الله ما تنساونيش البنات من البارطاج دعموني بالبارطاج باللايك شوف اي حاجه درتوها على قبلي كنقول لكم الله يجازيكم بخير والله الله يعطيكم الخير كما كتبغيوه ليا وكنقول لكم اي فيديو يستاهل يعني باش ديروا ليه بارطاج وباش باش ديروا ليه لايك مرحبا وعطوني رايكم في اي حاجه بغيتوها مرحبا وكنقول لكم تهلاو فرصكم عاد خدكم تبعي فلوج كون خفيفه وظريفه على القلوب ديالكم وما تنساوش كما قلت لكم بر بالوالدين ومهما درنا مهما نديروا ليهم ما غنردوش ليهم بزاف 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 لو شويه هكايا واللي عنده رضات الوالدين ما يخافش. السلام عليكم تهلاو فرصكم في فيديو قادم ان شاء الله باي.
Attends.